السلام عليكم. هذا الفيديو قديم البنات، من بداية القناة ديالي ديال الرغيفة مقلية بطريقة زوينة. قلت غادي نعاودو معاكم باش تستافدوا منه، لأنني أنا يا صراحة قلت علاش غادي نعاود نصوره داكشي وهو مصور في القناة، أرى نعاود نزلو البنات يستافدوا منه. فنتمنى هاد الرغيفات تعجبكم وقبلوا على التصوير، لأن البدايات ديال القناة هادي وكانت تصوير شوية ميرة، الطريقة مفهومة وباينة وواضحة. جربوها وردوا عليا الخبار، كتجي بنينة ولذيذة ودغيا كتوجد. يلا ندوزو للمقادير. غادي نوجدو مع بعضياتنا الرغيفة، هذا الرغيف معسلين، ولكن هذه الرغيفة كتجي لذيذة بزاف. كنقدموهم في نهار العيد. لهاد الوصفة غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، أي نص كيلو. نحتاجو كاس ديال الزبدة مذوبة، الحليب باش غنجمعو، غنحتاجو بيضة، شوية ديال الملحة، ونص كيس ديال خمارة الحلوى، أي 3.5 غرام. هنايا الطريقة، أنا غندير كلشي في الخلاط، العجان ديالنا، غندير الدقيق، غندير الدقيق وغادي نضيف له الزبدة مذوبة. هنا كاس ديال الزبدة مذوبة، الملحة وبيضة، وهذاك النص كيس ديال خميرة الحلوة، والحليب اللي غادي نجمع. غندير هاد المكونات في العجان. ما دلكت لينا العجين مزيان، دابا غادي نديروها كويرات. كويرات بحال هكايا، كتكون ما مرطبش بزاف العجين وما قاصحش بزاف. العجين ديالنا ملي كورناها بحال هكا، كنديرها في شي طبسيل وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح على الاقل واحد نص ساعه، وغادي نتلاقاو باش نورقوها ونقادوها مع بعضياتنا. كيف كتشوفوا هنايا، كملت الكميه اللي عندي كامله ديال هذوك الكوار، طلقتهم ودرتهم هكا على شكل مستطيلات. مستطيلات تيكونوا رقاق، يا اما ديروهم في الماكينه ديال الشباكيه ولا ديال سباكيتي، ولا غير تورقوهم بيديكم اللي ما عندهمش. المهم تكون العجينه رقيقه، ونديروها هكا على شكل دي بون ديال سميطات. دابا غادي ندير الزيت ديالي تسخن وغادي نتلاقاو باش نبداو نقليو فيه. غادي ندوزو نوريو طريقه القلي. الزيت درتها في المقله كتسخونه، سخنات. دابا غادي نحط طرف من العجين كيف كتشوفوا بحال هكا، ومن بعد صافي بمجرد ما كينبل هانتو كيدير دوك النبيلات بحال هكايا، صافي غادي نقلب ندورها على العجين ونقلبها ونبقى بحال هكا. وانا كنهز الزيت بالمعلقه بحال هكا، سهلة وكتجي زوينة هاد الرغيفة. مجرد ما تشد صافي نقلب عاوتاني، وانا كنخوي الزيت بالمعلقة. صافي وغادي نكمل بحال هكايا، والعافية تكون مهيلة باش تطيب لينا الرغيفة ديالنا. وانا تنخوي الزيت باش كتنفخ لينا، هاد العملية تتخلي الرغيفة ديالنا تنفخ. هانتوما كيف كتشوفوا
سهلة وما فيهاش المقادير بزاف. مني كنقليوها وكتقلى تحمر لينا مباشرة، كنهزها من الزيت وكنديرها في العسل. العسل تيكون بارد كيف كتشوفوا بحال هكايا، وغادي نغطس فيه الرغيفة ديالنا بحال هكايا، غير تشرب لينا العسل صافي. وغادي نحيدوها ونديروها في شي كسكاس تسقطر، ومن بعد كنزينوها يا اما بشويه زنجلان محمر ولا لوز محمر ولا كاوكاو محمر، المهم اللي عندنا. انا غادي نكمل العمليه، ندير معكم واحده اخرى باش تشوفوها. نعاود واحده اخرى كيف قلت لكم. كتجي كلها منبله كيف كتشوفوا، مدلوكه مزيان. عفوا، كنديروها في العسل كما درنا. ومني كنديروها في العسل تنحيدوها، تنديروها في شي كسكاس كيف كتشوفوا، تيجي اللون ديالها غزال وتتجي مقرمشه. كنخليوها حتى كتسقطر من داك الفائض ديال العسل اللي هزات، وكنزينوهم بشويه ديال الزنجلان محمر ولا شويه ديال اللوز محمر، وغنقدموهم بالصحه والراحه. ومباشره في العسل بحال هكم، خليوها تتغطس تتشرب لينا العسل مزيان. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله، وغادي نتلاقاو في الطبق النهائي بحول الله. الرغيفه ديالنا هي هذه، مني كملتها في القلي زينتها بشويه ديال اللوز محمر ومهرمش، حمرته غير في الفران. نتمنى الرغيفه ديال اليوم تطرقكم وتنال الاعجاب ديالكم، بغيتكم تشوفوها عن قرب شو كي كتجي، يعني منبله وكتنفخ مزيان. هانتو نتمنى طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم، واللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. هانتو تتجي منفوخه وكتجي مقرمشه ولذيذه بزاف، هانتو بمقادير بسيطه كتجي رائعه بزاف. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله، وعيد المبارك سعيد.